السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذها عمليتين وصفتهما بالنوعيتين، استمرت 8 ساعات في البحرين الأحمر والعربي، وقد استهدفت خلالهما حاملة طائرات ومدمرتين بل ومدمرتين أمريكيتين، فيما أكدت واشنطن التصدي للهجوم الحوثي على المدمرتين وعدم رصد أي هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور نشره على منصة إكس، قال إن القوات نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأضاف أن العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على ما سماه العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. وحمل سريع القوات الأمريكية والبريطانية مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتبعات ذلك على الملاحة البحرية، وأكد أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن دفاع عن العدو الإسرائيلي. وتعليقا على ذلك أكد مسؤول عسكري أمريكي عدم رصد أي هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات باتجاه مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب الاثنين، لكنهما تمكنتا من التصدي للهجوم. إذن مشاهدينا الكرام، الحوثيون يعلنون استهدافهم حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين وواشنطن تنفي. للحديث حول هذا الموضوع أحب بضيف ينضم إلينا عبر سكايب السيد حسن المغلس المحلل السياسي اليمني. سيد حسن تحية لك. حياكم الله أستاذ محمد، كيف حالكم؟ مرحبا بك. سيد حسن، في البداية في أي إطار تقرأ ما أعلنته جماعة الحوثي بأنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية أبراهام لينكولن واستهدفت مدمرتين أمريكيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أستاذ محمد والإخوة المشاهدين جميعا. تحية لك. نقرأ هذا الكلام في إطار العادة، العادة الذي يعودنا الكذبة الدائمة، أنه باستمرار استهداف من 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 سنة وأكثر، وهو يستهدف ضربات نوعية نوعية. ندري لو كان بحسب التقديرات والرقمية تكون يعني الأسطول الأمريكي قد انتهى زمان، يعني حاملات طائرات، الفرقاطات، الكذا، يعني هذه كلها لا نرى لها أثر، كله أثر دعاية. احنا نعتقد ان هذا يظل في ظل، يعني تبدأ أمريكا تعلن والحوثي يتبنى والعكس، لا ندري من هو يسبق الثاني في البلاغ. اما ان يعلن احيانا واشنطن بوست تعلن انه في هناك ضربات، ولا البنتاغون يعلن انه هناك ضربات ويقوم يحيى سريع يتكلم، او العكس يقوم يحيى سريع يتكلم ويقول فعلا في ضربات. لا نرى اثر ولا نرى اي تغيير في الموضوع مثله مثل السابق. الحوثي حينما تنخفض عنده يعني القيمه الداخليه في الوطن يقوم بصنع مثل هذا الكلام، وحتى الولايات المتحده الامريكيه هي من تتبنى هذا الحوثي، هي ما لا تريد، لا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من هذا الحوثي أن ينتهي. كذبة كبيرة. كلما طالبت الحكومة الشرعية تطالب الأمم المتحدة أو الأمم أو بالذات الولايات المتحدة الأمريكية في كل الحوارات أن يخلوا بيننا وبين الحوثي، ترفض الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض، تقول هذا الحوثي لا، يجب أن يكون مكون موجود، مش مكون عادي، مسلح تمثيلية الموجود الآن في البحر، البحر الحديد أو البحر الأحمر وبحر كذا. يعني الموضوع بسيط، بسيط جدا. أمريكا ذي اللي توقف كل القنوات، توقف كل، تستطيع تقول البواخر التجارية كلها ألا تدخل ميناء الحديدة، مش الحوثي بضربك، أنا بضربك، ولا سفينة بتدخل ميناء الحديدة، ولا سفينة تدخل عند الحوثي، لكن هي تفتح له المجال وتترك له المجال ويغتني ويتاجر ويرتفع، وتقول بعدين أمريكا أنه الحوثي يضر الملاحة. طيب في حكومة شرعية تفاهمي معها يا أمريكا، أتفاهم مع الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية تجهز جيش من أجل الحوثي هذا، لكن لا، فإن تقدم الجيش الوطني توقفت له أمريكا بالمرصاد عبر أدواتها طبعا. فنحن لا نصدق من هذه التمثيليات. نعم. الحوثي كلما انخفض منسوبه الداخلي أو سمعته الداخلية يحاول يعمل، ونحن على يقين أن الحوثي يحشد للمحافظات
يحشد لي مأرب، يحشد لي تعز، يحشد للمحافظة الجنوبية، يحشد لي لمأرب، لبيحان. هذه هي، هذا هو الحوثي لا يبحث عن شيء. أمريكا تريد الحوثي، ما زالت له مهمة كبيرة للأمريكا، أمريكا ما زالت تستفيد منه. في المقابل سيد حسن، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تنفذ أيضا ضربات لمواقع حوثية على مدار كل هذه الأشهر الماضية. هي ليست، ما حجم هذه الضربات وما تأثيرها؟ هي ليست مواقع حوثية، هي مقدرات الشعب اليمني. نعم. بريطانيا وأمريكا الآن تضرب مقدرات الشعب اليمني، ليس إلا لا تضرب الحوثي، ولا نحن نريدها هي أن تصفي حسابها مع الحوثي. من قال نحن نريدها تخترق أجواءنا أو تدخل سواحلنا أو تفعل شيء؟ هي الآن تكمل التمثيل مع الحوثي فقط. نحن كفيلين بالحوثي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قوتها ضد الشعب اليمني كله، مش إلا الحوثي يعني. الشعب اليمني كله يرفض هذه التدخلات وهذه الضربات. كلما ضربت الولايات المتحدة الأمريكية تضرب قدراتنا المحلية، تضرب الموانئنا، تضرب المنشآت النفطية، تضرب كذا، وهي ليست ملكا للحوثي حتى تضربها. نعم. ليس ملكة الحوثي، هذه ملك الشعب اليمني. فما دخلنا أن أنت والحوثي هذه المعركة الجانبية اللي بينكم من أجل كل واحد يرفع شأن الثاني. الحوثي يستدعي القوات الأمريكية للمرابطة في السواحل اليمنية، من يستدعيها؟ من يؤهل الموضوع غير الحوثي؟ لو كنا يعني، لماذا كل الدول ليس فيها قواعد أمريكية واقفة في سواحلها؟ لماذا عندنا كل الأساطيل تأتي؟ لأن الحوثي يستدعيهم، لأن الحوثي لا يمثل الشعب، الحوثي يمثل عصابة لوحده. فهو الآن الحوثي هذا اللي جالس، أمريكا تكذب أيضا في عيد محاربة الحوثي، بريطانيا تكذب في محاربة الحوثي. من استدعانا يوم ما خنقنا الحوثي في 2018؟ من استدعانا لستوكهولم؟ أليست أمريكا وبريطانيا هاتين الدولتين اللتين تدعين أنهم يقاتلان الحوثي؟ هاتين الدولتين هم سبب مشاكلنا كمان، أسباب الخارجية.